وكأن الثروة السمكية لم يكفها ما حل بها من مصائب حتى جاء الصيد الجائر ليقضي على ما تبقى منها. محافظة المثنى بدأت تتخوف من تأثير الصيد الجائر واستخدام أجهزة الصعق الكهربائي للصيد. وجود هسه بالشاطئ بالكهرباء إيجار، يعني ما خلوا سمكة بالشط أبد، يعني كله خلصوا الله وكيلك، ماكو يعني تقعد من الصبح لليل ما صيد لك سمكة واحدة من وراء الكهرباء. بالنسبة للكهرباء هذا الشيء يعني يعترض عليه الصغير والكبير، يعترض عليه الكهرباء والنسبة مو صحيح. أول شيء حتى السمكة بها إشكال بأكلتها، يعني لازمها أنت كتلب كهرباء، يعني مو صايدها بحريتها. ويعتبر الصعق الكهربائي صيدا عبثيا حيث يقضي على الأسماك الصغار مقابل الحصول على سمكة كبيرة. وغض النظر عن هذه الظاهرة شجع الصيادين على التمادي فيها واستخدامها بشكل عشوائي بات يهدد الثروة السمكية بالانقراض. الأسماك النهرية جاي نشوف دول الصواعق الكهربائية الأجهزة مع الأجهزة يصعقون يعني بالسمك، هذا يقضى على الثروة السمكية. أول شيء مثل ما قال الأخ العزيز، إذا صيد لك اثنين أو ثلاثة كبار راح صيد لك عشرة صغار، بهيش حالة خدنا نفع قليل وأذينا كثير. اعتراف المسؤولين بانتشار ظاهرة الصيد الجائر وحديثهم عن محاولة منعه لم يحل دون تفشيه وتحوله إلى عملية اعتيادية في محافظات العراق. أما بخصوص الصيد الجائر، إحنا لا زالت هذه الموضوع هذا موضوع فقط في البحيرات الطبيعية مثل بحيرة الصبيات. إحنا من خلال دوريات الشرطة المتكررة تقريباً تمسك كثير من دول الناس اللي يستخدمون الأجهزة الكهربائية، وكذلك المبيدات اللي تمنع منع باتاً وزارة الزراعة هذا النوع من الصيد. الصيد الجائر هو جزء من سلسلة نكبات حلت بالثروة السمكية وأدت إلى نفوق آلاف الأطنان منها بسبب التسمم النهري والتلوث وغيرها من العوامل التي لم تكن لتكون لو كان هناك وجود حقيقي للدولة.